الماضي احنا بنستورد ما قيمته 10.5 11 مليار دولار، دخلنا صادراتنا ما اكثر من 2 مليار دولار، 8 9 مليار دولار بيجينا من تحويلات اولادنا وبناتنا السودانيين الشغالين في الخليج وفي السعوديه. يعني سوق العمل هناك عندنا مساله اساسيه لاقتصادنا، لامننا القومي، معناها امن القومي والاقتصادي للسعوديه والخليج جزء اساسي من امننا القومي.